لا يا أولى، مساحتنا لليوم أكيد رح نترافق فيها مع الحضارة والتاريخ اللي بتتميز فيها سوريا وبغناها المعماري والحضاري عبر السنوات. ولهيك قيل أن لكل إنسان متحضر بهالعالم وطنان، وطن الأم وسوريا. أكيد زينب، ونحن بما أنه اليوم موجودين بالمتحف الوطني، ويعني ما فينا نكفي بلا ما نحكي عن الآثار، آثار سوريا يلي هي حضارة سوريا. ورح نحكي أكثر عن كمان الحجر تعرض إلى الحرب، مو بس البشر، كيف تم نهب وسرقة الآثار وكيف تم استعادتها. رح نحكي أكثر. بدنا نرحب بمدير عام المديرية العامة للآثار والمتاحف الدكتور محمود حمود. صباح الخير دكتور. أسعد الله صباحكم أهلا وأهلا وسهلا. بكم في رحاب المتحف الوطني بدمشق، أحد أهم متاحف العالم. أكيد يسعد صباحك. صباح النور. يعني خلينا نحكي عن الجهود اللي عم تقوموا فيها كمديرية الآثار والمتاحف، وخاصة بعد فتح المتحف الوطني أمام الزوار بعد عام، يعني من خلينا نقول الجهود لإصلاحه أو تهيئته لأمام الزوار. بعد الانتصار على عصابات الإرهاب في جنوب سوريا ومنطقة دمشق ومحيطها، كان لابد من إرسال رسالة إلى العالم أجمع أننا انتصرنا على هذا الإرهاب، وهي رسالة ثقافية أيضا، ولا بد من عودة الحياة والألق إلى هذا المكان المقدس، إلى دمشق العظيمة، هذه المدينة أقدم عاصمة ما تزال مأهولة في التاريخ على الإطلاق. وكان لابد من أيضا، يعني أيضا يحتاج الناس ويحتاج الجمهور وشعبنا العظيم الذي تحدى هذه الصعاب وهذه العمليات الإرهابية التي وقعت عليه، كان لابد أيضا من يعني مساحة من الراحة ومساحة من يعني الروحانيات اللي يأتي إليها. فكان افتتاح هذا المتحف هو رسالة ليأمه كل معاشق للثقافة وعاشق لهذا التاريخ، ولكي يأتي ويشاهد صفحات أجداده وتاريخه، وأن هذا الشعب وهذه المنطقة وهذه البلاد تعرضت إلى غزوات عديدة وانتصرت عليها. بالتالي كان لابد من أن يكون هذا المتحف أن يعود إلى وظيفته كمنبر ثقافي ووطني يعزز الانتماء ويرفع من الزائقة الجمالية عند الناس جميعا. نعم أستاذ، عفوا دكتور محمود، نحن يعني موجودين بالمتحف الوطني في دمشق، ومثل ما ذكرت حضرتك هو من أهم المتاحف في العالم كله. هذا المكان هو ملجأ الكبير وملجأ الصغير. هذا المكان يمكن متنفس، بيحكي حضارات عديدة، ويمكن مثل ما ذكرت كل حجرة تحكي حكاية. خلينا نتعرف أكثر على المتحف، خلينا نتعرف أكثر على أقسامه وعلى ما يحويه. طبعا المتحف أسس عام 1919، والآن في هذا العام احتفلنا وسنحتفل أيضا في الشهر الثامن بعقد ندوة أيضا عن بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس هذا المتحف الوطني، أحد أقدم متاحف المنطقة. هذا المتحف طبعا كان في البداية في دمشق القديمة قرب المدرسة الظاهرية، وبعد ذلك انتقل عام 36 إلى هذا المكان، وحصلت عليه بعض التعديلات أيضا. يضم 5 أقسام، يضم القسم ما قبل التاريخ، وأيضا الشرق القديم، قسم العصور الكلاسيكية هلنستي وروماني وبيزنطي والإسلامية، وأيضا الفن الحديث. هذا إضافة إلى الحديقة التي هي أيضا متحف يعني بذاتها، تضم الكثير كما تلاحظون من المنحوتات يعني التماثيل واللقى المختلفة التي جاءت من كل أنحاء سوريا العظيمة. فبالتالي متحف يعني متنوع متخصص. طبعا يعني لدينا في أيضا مستودعات ولدينا مخابر تتبع لهذا المتحف، يقوم المعنيون والمختصون بترميم اللقى الأثرية التي تأتينا من المواقع، أو من أحيانا تكتشف مصادفة، بالتالي تأتي لهذا المتحف، يقوم المعنيون والمختصون بترميمها وتأهيلها لتكون جاهزة للعرض. متحف إضافة إلى ذلك، إلى أنه هذه الحديقة الجميلة المتميزة الغناء
يعني هو مركز للبحث الأثري، يأتي إليه عشرات الباحثين من كل أنحاء العالم لينجزوا أعمالهم البحثية المتعلقة بحضارة هذه المنطقة على العموم. نعم، يعني نحن هلا موجودين بالحديقة اللي عم نحكي عنها ومقابلنا في واجهة قصر الحير. نعم. خلينا نحكي، لما يجي أي زائر على المتحف ممكن يكون معه أي حدا من السياحة أو الآثار المتحف يدله على أهمية ورمزية كل مكان، وين أكثر المكان بيجذب انتباه الزوار لهذا المتحف؟ هذه واجهة قصر الحير الغربي، والتي يعني أعيد طبعا قصر أموي في غربي قرب القريتين غربي تدمر. هناك قصران، قصر شرقي تدمر هو الشرقي، وقصر الحير الغربي غربي تدمر. في الخمسينيات يعني قامت بعد تنقيب هذا الموقع والكشف عنه، قامت المديرية العامة وبإشراف رائد أحد رواد علم الآثار في سوريا المرحوم نسيب صليبي، قام بنقل الديكورات والزخارف الموجودة على واجهة هذا البناء الجميل، طبعا بالتعاون مع إيكوشار عالم المعماري الفرنسي أيضا الذي خطط مدينة دمشق، هو الذي قام أيضا ب يعني بناء هذه الواجهة مشابهة لواجهة القصر الحير الغربي، وقاموا بوضع هذا الديكور، هذه الزخارف التي تم المجيء بها من الموقع على واجهة هذا المدخل لتكون يعني واجهة لمتحف أو مدخل أو باب المتحف الوطني بدمشق. لقى مهمة جدا لدينا على سبيل المثال الأبجدية، أبجدية أوغاريت العايدة لحوالي 1400 قبل الميلاد، إحدى أهم اللقاء. لدينا الكل، يعني لدينا قاعة لأوغاريت وتضم الكثير من يعني المقتنيات التي تم اكتشافها بهذا الموقع، العاجية والذهبية وأيضا الكتابية وإلى ما هنالك. وهناك أيضا متحف أو قاعة لماري، الكثير من منحوتات ماري وتابلتات ماري، الرقم المسمارية وغيرها، كلها يمكن أن يشاهد يعني الزائر بعضا منها. هناك يعني أيضا الحضارة الإسلامية المتنوعة جدا أيضا بفنونها، يعني أوانيها، زجاجها، بحليها، يمكن أن يشاهد عينات منها. ايضا هناك المتحف الكلاسيكي يضم ايضا يعني اكثر من ايضا كما تحدثت الهلنستي والروماني والبيزنطي، الكثير من المنحوتات الجميله جدا والرائعه، ومن اهمها مدفن او تابوت الذي اكتشف في الرستن وعليه الكثير من المنحوتات النافره الجميله، وهو من النوع الرخامي وعليه مشاهد تمثل حرب طروادة، مشاهد جميلة جدا يمكن أن يشاهدها الزائر موجودة الآن في المتحف الوطني، والكثير الحقيقة من اللقى والتي تحتاج إلى ساعات للحديث عنها. تماما، يعني دكتور ذكرت حضرتك كيفية الحفاظ على الحضارة، على المنحوتات، على التماثيل بالمتحف الوطني، يمكن خلال سنوات الحرب أيضا عملتم على استعادة ما تم تهريبه وما تم تدميره، إعادة يمكن بناؤه من جديد. خلينا نذكر بعض التفاصيل. في الوقت الذي تتعرض ومواقعنا الأثرية وتنتهك من قبل عصابات الإرهاب بكل مسمياتها، كان جيشنا عندما يقوم بتحرير هذه المواقع وهذه المدن من أيدي الإرهاب يعثر على الكثير من اللقى الأثرية ويتم المجيء بها إلى المتحف الوطني بدمشق. حتى الآن هناك ما لا يقل عن 20,000 قطعة جاء بها جيشنا من هذه المواقع، من دير الزور إلى حلب إلى أيضا حماه إلى الغوطة، مؤخرا وصلنا يعني أو وصلتنا الكثير من القطع التي جاءت من أفاميا، وكانت كلها نتيجة تنقيبات غير شرعية قامت بها عصابات الإرهاب في هذه المدن والمناطق التي سيطرت عليها. نظمنا معرضين حتى الآن في دار الأسد للفنون، دار الأوبرا، لهذه اللقى، لعينات من هذه اللقى، حوالي 500 قطعة أثرية. وطبعا لدينا يعني قسم أيضا في المتحف الوطني يعنى بهذه اللقى ويقوم بتوثيقها وتوصيفها. لدينا أيضا شكلنا
نتيجة الاستنزاف الهائل لمواقعنا الأثرية والتنقيبات غير الشرعية التي جرت في كل مكان في المناطق التي خرجت عن سيطرة الدولة، فتم تهريب مئات آلاف القطع الأثرية إلى خارج حدود الوطن، فشكلنا مكتب استرداد لاستعادة هذه القطع، وهناك الكثير من القضايا التي أوقفنا بيعها في مزادات علنية في أوروبا وفي الكثير من أنحاء العالم، وأيضا هناك تعاون جيد مع منظمة الأنتربول الدولي في سبيل استعادة الكثير من القطع. طبعا لبنان الشقيق أعاد لنا الكثير أيضا مئات القطع، ونحن ننتظر قريبا خلال الأيام القادمة إعادة مئات القطع أيضا من متحف بيروت. نعم يعني أكيد دكتور رح نحكي أكثر عن المتحف ونتعمق أيضا بكل شيء عم تعملوه ليكون جاهز دائما لاستقبال الأزوار، لكن قبل من نروح نتعرف على المتحف وعلى الحضارات القديمة لآثار ما قبل التاريخ، العصور الكلاسيكية وآثار الشرق القديم والآثار الإسلامية والتعدد الأوجه اللي ممكن عم بشكل واجهة المتحف الوطني بدمشق بهالتقرير وراجعين. يحتل متحف دمشق الوطني موقعه في قلب العاصمة السورية دمشق، ممتداً على مساحة ما يقارب 5000 متر، حيث تبدأ كتلته العمرانية الضخمة بحديقته الممتلئة بتماثيل البازلت والتحف. تأسس المتحف عام 1919، وفي عام 1939 تم إنشاء القسم الشرقي من المتحف، ثم أضيفت له واجهة قصر الحير الغربي التي اكتشفت في بادية الشام وسط سوريا، ودشن المتحف رسمياً عام 1950. يشكل المتحف الوطني في دمشق بأقسامه وحدائقه الواسعة عدة متاحف في متحف واحد، ويتكون من 5 أقسام: قسم ما قبل التاريخ، قسم الآثار السورية القديمة، قسم الآثار الكلاسيكية، وقسم الآثار العربية والإسلامية، وقسم الفن الحديث. أبواب متحف دمشق الوطني مع بداية الحرب في سوريا بهدف حماية القطع الأثرية القديمة التي يحتويها، وأعيد افتتاح جزء من المتحف الوطني أمام الجمهور في عام 2018 بعد نحو 7 سنوات من إغلاقه. تحوي حديقة المتحف أشجار الصفصاف والبحيرات التي تزين جدران المتحف بأبهى حلة، فإن لم تزر المتحف الوطني في دمشق لا تتردد وتمتع بمشاهدة تاريخ سوريا العريق عن كثب. بعد ما تابعنا التقرير بدنا نرجع عند الدكتور محمود حمود مدير عام المديرية العامة للآثار والمتاحف في دمشق. دكتور خلينا نحكي أكثر عن الاتفاقيات يلي تم توقيعها مع خبراء يمكن تم الاستعانة فيهم من شأن الآثار ومن شأن أيضا يمكن كمان لحتى إثارة الرأي العام من أجل الحفاظ على الإرث السوري بعد ما تم تدمير جزء كبير من الآثار السورية. طبعا لدينا الكثير من الاتفاقيات مع جهات دولية مختلفة، آخرها كانت الاتفاقية مع دولة تشيكيا الصديقة، هذه الدولة التي يعني الوحيدة التي أبقت على أعلى علاقاتها الدبلوماسية خلال الحرب مع سوريا، ولذلك كان هناك نوع من التبادل الثقافي معهم. قمنا بعرض هناك كان تنظيم، نظمنا معرض للمواقع الأثرية واللقى الأثرية التي تعرضت للأذى والضرر على أيدي الإرهاب في براغ، في متحف براغ، وأمه الكثير من الزوار. مقابل ذلك هناك كان اتفاق على تنظيم معرض في المتحف الوطني للمواقع الأثرية التشيكية، وافتتحناه منذ حوالي أسبوع. أيضا هناك وقعنا اتفاقية للتنقيب في أحد المواقع الأثرية في منطقة الساحل في تل الشامية مع البعثة التشيكية، سنقوم إن شاء الله في نهاية أيلول القادم في أعمال التنقيب في هذا الموقع.
لدينا بعثة هنغارية تعمل أيضا لم توقف أعمالها خلال فترة الحرب على الإطلاق في منطقة في قلعة المرقب وقلعة صلاح الدين، تدرب الكوادر وتنقب وأيضا ترمم هذين الموقعين أو هاتين القلعتين. لدينا أيضا مشاريع معارض يعني للقى الأثرية، ومنها معرض تم افتتاحه في الصين للقى الأثرية السورية في بكين، وكان له صدى إيجابي كبير جدا وهائل، وطالبوا بتمديده منذ البداية نتيجة الكم الهائل من الرواد والزوار لهذا المعرض، وطالبوا بنقله إلى أكثر من مدينة صينية وبتوسيعته في العام القادم ليضم مئات القطع الأثرية. لدينا نشاط كثيف على كافة يعني مع المنظمات الدولية في سبيل حماية هذا الإرث الثقافي العظيم الذي تعرض لانتهاكات خطيرة جدا خلال فترة الحرب. بالتالي يعني نعمل مع هذه الجهات الدولية لحماية هذا الإرث الإنساني. أيضا نعمل على يعني من خلال هذه البرامج أيضا على بس الوعي ورفع الوعي بقيمة الآثار بالنسبة إلى شعبنا ولأجيالنا، لتعرف قيمة هذا التراث الذي تعيش بين ظهرانيه. تراث مهم جدا. صحيح. نعم تفضلي إذا في سؤال. لا تفضل. فتراث مهم جدا، لا يعني لم أثبتت الأحداث والحرب أننا لم نكن بمستواه حقيقة، وأنا شفاف وأتحدث بصراحة دائما. يعني شعبنا أجهز وساهم وساعد الإرهابيين في الإجهاز على هذا التراث وعلى هذه الآثار واللقى الأثرية في كل مكان على الإطلاق. يعني فداحة ما تعرض له تراثنا لم يحصل من قبل على أي تراث أي دولة في العالم. بالتالي يجب أن يكون هناك توجه جديد واستراتيجية جديدة تعمل على إيصال الوعي ورفع الوعي بقيمة هذه الآثار للناشئة للأجيال لكل الناس، ويجب أن تساهم وزارة الإعلام أيضا، وهذا جزء من هذه المساهمة، وأيضا وزارة التربية وزارة التعليم في إيصال حقيقة وأهمية هذا التراث العالمي. منذ فترة كان نظمنا ندوة مع الأصدقاء اليابانيين علماء الآثار الذين كانوا يعملون في بلادنا قبل الحرب منذ حوالي عدة أشهر، فقال أحدهم عالم الآثار أكيرا تسونيكي الذي ينقب في سهل الروج في تل الكرخ، قال لدينا في اليابان 600 بعثة أثرية، ولكن هذه البعثات ليست مهمة، مهمة فقط بالنسبة لليابان، أما بالنسبة إليكم فمواقعكم عالمية كلها عالمية. كان لدينا 100 بعثة أجنبية تعمل في بلادنا، ويعني أحد علماء الآثار منذ حوالي 1911 ألماني فون أوبنهايم قال أن سوريا هي جنة علماء الآثار، وبالفعل حديقة غناء أينما اتجهت تجدين الآثار في كل مكان. فبالتالي يجب أن نرتقي إلى مستوى هذا التراث، يجب شعبنا وأجيالنا وناشئتنا أن تعتني بهذا التراث لأنه هويتها، لأنه يشكل جزءا من وجودها ومن ذاكرتها الحية أيضا والملموسة. نعم يعني أخذنا لمحة موجزة عن المتحف طبعا والحضارة والتاريخ اللي عم يعبق بكل مكان فيه، وأكيد نحن كتير مبسوطين أنه موجودين بالحديقة اللي هيك ريحة الياسمين كمان هيك معبقة فيها. شكرا لك دكتور على كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها، وإن شاء الله كمان تكون سنة سياحية جميلة وجيدة أيضا على كل الزوار اللي بيحبوا كمان يتعرفوا على الأشياء التاريخية الموجودة بالمتحف. شكرا لكم، نورتونا. أكيد شكرا كتير للاستضافة، وأكيد شكرا كتير للجهود المبذولة من أجل الحفاظ على التراث السوري. شكرا كتير لك دكتور. العفو يعني.